سي بون. مساء الخير للشعب الجزائري، ونقول له فخامة الشعب الجزائري الزول في اللون. اليوم الشعب الجزائري راح نبدوها من واحد حتى العشرة، وهذه الخطرة الشعب الجزائري رانا نهضرو صح، أنا مبقاوش نتمسخرو بمصير بلادنا وكل شيء وكذا. اليوم صارت مهزلة تاع الشروق اللي هو يقولوا مجمع شروق اللي يرأسها رئيس مدير العام علي فوزي. الأسبوع الفات يوم الجمعة في المدية وبعد زوج ولايات اللي هما الثالثة المدية، شفنا واحد الشعارات أو لافتات دايرينهم سكيل بوندات في المسجدات في الاحتجاج، داروها هذه في المدية في بلادي، داروها الشورو صوت الشعب. هنا العنوان، احنا رانا في حراك شعبي، ندو بهاد المافيا يخرجوا، ندو بهاد الامور بهكذا بهكذا، حنا نصيبوا صوت الشعب هو الشورو. هنا السؤال مطروح اليوم، انا حبيت نوضح للشعب الجزائري ولازمكم تفيقوا وحطوا معنا شويه برك، ما نبقاش دوك التعليقات وكذا وكذا، لان راني نهضر لك من مصدر رسمي وموش راني نهضر لك في امور. اولا حنا نعرفوا باللي النهار اللي تقولوه انتم النهار تاع الزيغو باحتراماتي للشعب الجزائري، اللي هو هذا هو العباره اللي يقولوها الزيغو، راحت لها المصداقيه خلاص. لازم تفهموا باللي النهار راحت لها المصداقيه من طرف الشعب الجزائري اللي هي ساندت هادو المافيا وكل شيء. واش يديروا؟ حنا نعرفوا رأفة الهقال ونعرفوا الجهاز الامني ونعرفوا امور، حتى هذا الزيغو هذا ما يخرجش عليهم خلاص. لازم نقولوا من التحييد القطب الى او تجديد القطب اخر، والذي هو الشروق. الشروق هذا اللي هما حاب يعطوا له حراك شعبي، اللي يبداو يجيبوا دوك الناس كذا ويجيبوا من جهه تاع البونديه دوك او يجيبوهم في القناه، بيعطوا لها مصداقيه القناه الشروق كما بكري هذاك فوزي اللي خلق القناه النهار والشروق وخلق هذه القنوات اللي كما صرا لنا ربيع العربي وصرا لنا هذيك امور كذا، خلقوا لنا قنوات اللي ما نروحوش للجزيره وما نروحوش للعربيه وما نروحوش في 2011 وكذا، باه يصلبوا راحوا هكذاك. هما راهم يخموا حابين يخرجوا القناه تاع الزيغو، وجابوا لنا تجديد تاع قناه الشروق اللي هو العصابه تاعها هو هذا علي فوضي وكلشي. حنا نعطيكم غير مثال، اليوم كي شفنا علي فوضي داير النواظر ويخاطب في الصحافه، حنا نعرفوا واحد كيكون صادق ينحي النواظر والعين للعين نفهموه اسكو تكذب ولا صح. تقول بلي على جالي القايد خرج من الاجتماع، حتى واش كل اللي قال لك بلي كان في اجتماع وخرج على جالك؟ حنا في القانون تاع البرلمان وصدقنا على القانون هذا، لا يوجد جهاز امني يربط انسان بدون امر من وكيل الجمهوريه او النائب العام، سواء مخابرات سواء الدرك سواء الامن. هذا قانون اللي صادقنا عليه في 2016، ولا يعرفوا هذا يعرفوا الناس رجال القانون، يعرف بكري المخابرات كانت تربط انسان مده معينه. هنا راح تقولنا باللي جهه معينه، هذا السيناريو هذا سي علي فضيل راك دير فيه على بالنا بيه، احنا معظم الشعب الجزائري ما يعرفوش، بصح حنا نفوقوا الشعب الجزائري باللي يا سي علي فضيل هذا السيناريو راك دير فيه ودير مع الجهاز المعينه، انت ساهمت مع البون ديالو، انت يسالوك 245 مليار اللي سالوها لك في المطبع، انت عندك عمال في الصحافه تاعك الى يومنا هذا لا خلص شهر ربع شهر مازال ما خلصهمش، ولا خلص شهرين ما يقدرش يخلص ربع شهر. اليوم هذه اللي جاتك الحراك الشعبي وجيت حابين يديروا الشروق هو منبر جديد للحراك الشعبي، ويبداو يديروا فيه هكذا وباه يكسروا هذا الحراك الشعبي ويكسروه ويبداوها من صفحه جديده. وحنا ان شاء الله الشعب الجزائري راه واعي وبهذه الفكره تاعنا وبهذه الحقيقه تاعنا، وامور بدي تقول لي انت والنائب العام يصرح اليوم ويقول لك انا لم اعلم، ثم رانا في غابه ورانا في مافيا. تقول لي مؤسسه، مؤسسه هذه واش من عندها دخل مؤسسه قضائيه؟ ليست مؤسسه قضائيه. القايد
هو في الدستور تاعو يحافظ على امن البلاد ويحافظ على استقرار البلاد والمؤسسات الدوله وامثال انت بعيد. هذا السيناريو راك درته وفبركته انت وياهم كما بكري في 92 93 دخلتهم من الاحباس ومن الاحباس طلعتهم وهربتهم من المؤسسات العقابيه ومن بعد درتوا امراء وطلعتهم من الجبال وكريتوا جيه وكريتوا امور. هذا هو السيناريو راح تكسروا الحراك الشعبي بكذا. من هذا المنبر حنا نديرو اللي تكلمت سي علي فضيل وتقول باللي راني هدرت على السعيد بوتفليقه وهدرت على الرئاسه اللي راح يكونوا في الحراك الشكذا والفساد اللي كذا. حنا الفساد نعرفوها اللي راك انت تهضر على كوليناف هذا راهي بزاف كاين عمر بن عمر بزاف الناس اللي راهي اللي نهبوا البلاد. هذاك النايب البرلماني الهامل اللي كان دائما يتهموا بالهامل هو النائب البرلماني هذا من اضرار هو وسلال هو والسعيد هو امور هذاك ايوب واخوته ابراهيم واللي راهم دايرين بروموسيون ايموبيليار واللي داروا زين داو قروض وهميه ومشاريع وهميه وهربوهم عن طريق هذا ايوب هرب امور متيجي هذا متيجي اللي راه داير كما نقولوا احنا مع تاع الخليج هذيك تاع الخيول الفيدراليه تاع الخيول تاع متيجي سيم زغايمي هذا تاع يحيى هذو نسيتوهم كاع هذو ما درتوش عليهم زغايمي هذو امور كذا بزاف الناس اللي راهم ما تعرفش امورات تاع كذا. هذا عمر بن عمر تاع 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 الجزائر هذيك تاع الرويله تاع الاخرى اللي داوها تاع المطحنه هذيك اللي باع المال العتاد تاعها وكذا وامور فساد ويا هذا حداد هذه امور نعرفوا ويعرفها كاع الشعب الجزائري وتكلمنا عليهم كلشي. اليوم انا ندير رساله الى فريق القايد اللي هو حامي الدستور واللي كذا. انا تكلمت معاك قلت لك لازمك تنهي هذه المهزله ولانك انت الوحيد اللي تنهي المهزله. احنا ما كناش حابينك تروح الماده 102 لانها 102 هذه فات اوانها. احنا كنا حابين تروح الماده 7 والماده 7 اللي هي تحمي صدير سياده الشعب الجزائري اللي هو يختار من يمثله في الحكومه من يمثله في المستقبل كرئيس جمهوريه ومن يقدر انت تحميهم وينصبوا هذه الامورات ويديروا حكومه ويديروا كذا. انت سي ما سي ما انتش باللي في المدير الحمله الانتخابيه من رسم زعلان هو الفريق القايد لانه من العائله تاعو من امور من زعلان هذا من رسمه هو والي من رسمه هو وزير هو الفريق القايد. القايد هو اللي رسم زعلان مدير حمله انتخابيه. انت راك ماشي معاهم ما تغلطناش تقول باللي راني انت راك تقول باللي منا ومنا. حنا كي نشوفوا سي فريق القايد راح الى الامارات. الامارات حنا نعرفوا الامارات ما هي المانيا ما هي امريكا ما هي بلد مصنع هكذا. كي نشوفوا باللي ديت مدير صناعات العسكريه وديت معاك زوج جنرالات اللي هو كما يقول لك الانسان الشواقي هذاك رشيد اللي هو الشواقي رشيد مدير تاع الصناعات العسكريه وديت هذوك عكروم وديت معاك جنرال سبع وكذا. حنا كي نروحوا الامارات واش عندنا؟ انا رحت كصدقه لامه حنا نعرفوا ما عندهم حتى صنع ما عندهم والو راحوا سعدوا الممتلكات تاعك انت والسعيد وانت وسي ناصر وانت وذا واش عطاوكم كي رحتوا فما سي فريق القايد؟ عطاوكم الهامر زوج سيارات من فخم من افخم سيارات كهديه لفريق القايد ولمدير الصناعات امور. عطاكم هديه ورجعتوا للجزائر وفقدتوا على ممتلكات تاعكم لانكم على بالكم باللي ما تطولوش في الحكم هذا وكما قلت انا الزمن والافات سوف تقضي عليكم وتجيو. حنا كنا جايين نحل المهزله وتجي كلها مؤسسه عسكريه تتدخل في علي فضيل. من يكون هذا علي فضيل؟ انت مديون حوالي 250 مليار اللي تسالها لك المطبعه واللي تسالها لك الاشهار وما عندكش ما تقدر تخلق امور. اليوم كيفاه صبحت عندك اليوم القايد وكان في رينيون وتخرج على جادي ودار كذا ودار هذه الحكايه رانا على بالها. حنا انا نفهموا باللي راكم راح تبينوا ديروا حراك
تاع شعبي وممثلين اللي تجيبوهم نتوما بونديه واللي ما يعرفش بهم الشعب، والشعب هذه ما يمشيش معكم وما يعطي لها الصدى وكما يباقي الحال، والتاريخ وسجل وثمن، وكما يقول لك هذه رساله مشفره الى فريق القايد، وما نبقاوش ندخلوا في المواد. شوف عاوده.